تعتبر مبادئ ومفاهيم التعايش والتسامح ركيزة أساسية في المجتمع البحريني منذ القدم، وقد عرفت المملكة على امتداد تاريخها بمهد السلام والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع، حيث تعد الرؤية المستنيرة لجلالة الملك المفدى في السلام والإخاء دليلا على نور التسامح وروعة التعايش بسلام مع الآخر. عرفت البحرين على مختلف الأزمنة ببلد السلام والمحبة، فمنذ أن كانت دولمن أرض الحياة وصفتها الأساطير السومرية بأنها أرض الخلود، لذا فإن التعايش والسلام يشكلان رابطان أخلاقيان تم اكتسابهما بالفطرة بين أفراد شعب مملكة البحرين. ومنذ تولي الخليفة الكرام الحكم والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار، لتواصل المملكة سيرتها وصفتها بأنها بلد الكرام والأمن والسلام ونبراسا للتعايش السلمي العالمي، حيث تحتضن جميع الأديان والأعراق والثقافات حتى باتت اليوم رمزا لهذا التعايش. التعايش بين الشعوب والتسامح بين الأديان وتقبل الآخر هي لغة وثقافة العصر القادم، ولقد نجحت مملكة البحرين في التواجد الدولي الرائد في هذا المجال وعبر عمل مؤسسي ونهج مدروس، فمع صدور الأمر الملكي السامي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، أصبح المركز يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه المبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات وتعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام. إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل جاء ليترجم حقبة جديدة من قبول الآخر وطي صفحة الاضطرابات في الشرق الأوسط، بما يخدم التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كامل حقوقه ومطالبه المشروعة. فالخطوة التاريخية التي رسم ملامحها جلالة الملك المفدى قد أجمع أنصار السلام عبر العالم على أنها تشكل مرتكزا للإصلاح والازدهار في الشرق الأوسط. الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى وتطلع جلالته الدائم لمستقبل أكثر ازدهارا وإشراقا لجميع بني البشر، مستندا في ذلك على قيم إنسانية نبيلة أساسها التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية والتنوع الثقافي، مكن البحرين في أن تكون نموذجا يحتذى به عالميا في إرساء ملامح السلام المنشود للعالم.